كوين رافائيل بالراس خرجت من المرمى. نيفالدو نيفالدو فيها ورقة حمراء ما فيش كلام. باهي زاد يمثل شوية رونالدو لكن ورقة حمراء. تمشي الكرة في أي مكان يا ميكوتو. قالوها طبيعية تلقائية عفوية. لنحكي فيما بعد التسعين دقيقة عن أخطاء الحكم وعن أخطاء اللاعبين وعن ضرب الجزاء وعن كرة دخلت وكرة لا تدخل. دم وخدش بسيط. تتواصل المباراه.